بسم الله الرحمن الرحيم. كمواطن مصري يعيش في مجتمع المهجر تعنيني شؤون مصر، تعنيني أن تستقر، يعنيني جدا أن يأخذ الشعب حقه، يعنيني جدا أن يعبر الشعب عن إرادته، يعنيني جدا أن تكون هناك حرية تعبير، يعنيني جدا أن تتحقق أهداف الثورة في العدل والكرامة والحرية والخبز، ويعنيني أيضا أن يكون هناك معيار نحتكم إليه جميعا عند الاختلاف. هذا المعيار ارتضته كل القوانين الدستورية في العالم، وارتضته كل النظم الديمقراطية في العالم، وهو اللجوء إلى الصندوق عند الاختلاف. لا يجوز أبدا لثورة وليدة وعمرها أكثر يعني لا يزيد عن سنتين تبتدع بدعة جديدة، والخروج إلى الشارع هو وسيلة التغيير. الخروج إلى الشارع هو وسيلة التعبير عن الرأي وليس وسيلة خروج على النظام. لذلك أنا يعني مع الشرعية مهما كان من هو في دائرة الشرعية، أنا مع الشرعية، وأدعو كل شريف أن يكون مع الشرعية، وأدعو في بداية كل الشرفاء القوات المسلحة أن تحمي هذه الشرعية وفقا لدورها في حماية الأرض ووفقا لدورها المحدد لها في الدستور. وهذا يعني ما يمكن أن نحتكم إليه. السلام عليكم ورحمة الله. كلمة فضيلة الدكتور إبراهيم أبو محمد مفتي العام للقارة الأسترالية.